كنت متشوقة لمعرفة ما ينتظرني في الخارج، فقد عملت عام 2010 في شركة كبيرة، وما عشت هنا كان بمثابة صدمة ثقافية عميقة. شتيفي بوركارت تقدم محاضرات عما عايشته وهي تمثل جيل الألفية، الجيل الشاب. جيل الألفية يستند إلى موقف أكثر حداثة يمكن أن يتبناه الشباب وكبار السن. بعد قضائها عامين في الشركة للكيماويات أصبح واضحا لديها أنها تفكر بطريقة مختلفة. كنا ننزل على الدرج وكنت الأولى في الصف، وكان الآخرون خلفي كسرب البط. فجأة سمعت صوت رئيسي آتيا من الخلف: سيدة بوركهارت، يرجى استخدام الدرابسين. ضحكت لأنه لم يسبق لي أن سمعت هذه الكلمة، لكني رأيت أن الجميع ممسكين بالدرابسين كما يقول المدير. العمل اليومي كان منظما بدقة، لذا لم تستطع تصور الاستمرار في أداء مهامها بدقة. أما اليوم فهي تعمل مدربة في شركة استشارية في كولونيا تضم 8 موظفين يعملون دون تسلسل هرمي. عندما تبدأ شتيفي عملها فهي وحدها من تقرر ما إذا كانت ستعمل في المكتب أو في البيت. أرغب في التوفيق بين العمل والحياة، فعبر هذا ينتج منظور ووسائل جديدة فيما يتعلق بالعمل وربما بالأداء. فأنا لا أقوم بعمل دون التركيز عليه كما ينبغي ثم أبدأ وقت الفراغ، إنما يرتبط العمل عندي بالحياة. تأدية المهام نفسها يوميا ومسار جامد محدد بدقة، هذا هو العمل الذي يواجهه جيل الألفية اليوم بعلامات استفهام. الشباب الذي نشأ مع العالم الرقمي والهواتف الذكية والإنترنت بمقدوره العمل في كل مكان وفي أي وقت. الباحث في قضايا الشباب كلاوس هوريلمان على ثقة بأن على الشركات التكيف مع أفكار الشباب خصوصا في ظل نقص العمالة الماهرة. كل هذا سيساهم في تطوير الشركات. أتمنى أن تلغى التسلسلات الهرمية وأن تصبح خطة العمل أكثر مرونة بحيث تتيح للموظفين الإسهام في وضع خطط العمل لترتفع الطاقة الإنتاجية. فجيل الشباب يفعل هذا بحكم طبيعته وبحكم حاجته إلى ذلك. تشرف شتيفي بوركارت على ورشة عمل خاصة بأصحاب المناصب القيادية، وهي من وضع البرنامج الخاص بأسلوب الإدارة الحديثة. والمشاركون ينتمون إلى جيل آخر. العمل عندي يأتي قبل المتعة، وهذا ما أقوله لأبنائي دائماً. لكن عندما نرى الأمر من زاوية مختلفة فيمكننا التكيف مع الآخرين. لا أريد الحديث عن النزاعات، فهذه أمور عادية وبطبيعة الحال تتغير الحياة عندما يغلب الجانب الترفيهي فيها، وربما الأمر ليس بذلك السوء. وهناك من يرى أن الجيل الذي يتراوح عمره بين 20 و30 عاما هو جيل أناني يفتقر إلى الطموح. لن أردد المقولات التي تتهم جيل الشباب بالأنانية. أعتقد أنه كلما زادت النزعة الفردية زادت الرغبة في الحرية وتحقيق الذات، لكن من ناحية أخرى فإننا أيضا الجيل الذي يريد أن يعمل مع الآخرين والذي اعتاد على العمل ضمن فريق وعلى التواصل وتبادل المعلومات. تسعى شتيفي بوركارت بجد إلى تسليط الضوء على جيلها، مواصلة تقديم محاضراتها في ورش العمل.